تقتلني لأنه ما فيك تتركني ها؟ عم تقتلني مشان ما تموتي؟ السبب ليش أنا؟ سمر اتركي السلاح من إيدك ترجعكي. اجتاحت بيوتنا من دون استئذان، واقتحمت جلساتنا العائلية من دون دعوة، تحكمت بأوقاتنا، فصرنا نحزن ونفرح على وقع أحداثها. هي المسلسلات التركية بحكايتها التي لا تنتهي وعقدها التي لا تنحل، نتابعها بشغف على حساب مشاغل حياتنا اليومية. التقليد الأعمى ظاهرة استفحلت في مجتمعنا الجزائري، وأصبح اللباس التركي اليوم هوس الشباب والبنات على حد سواء. فهذا ما لبسته سمر ونهال في مسلسل العشق الممنوع، وما لبسه مهند في مسلسل نور وعمران في لعبة القدر وغيرهم. المتحجبات أيضا أبدعن في موديل الحجاب التركي الأنيق في نظر الفتيات، المتكون من فيز وفستان قصير وخمار على الرأس، كل هذا في سبيل التشبه ببطلة المسلسلات فقط. عشان كل واحد وشاو يتبع وحده ويتبع فيسبوك، كاين اللي يتبعوا لي فين تركيا دوكا تاع الترك، كاين اللي يتبعوا لي جوار، كاين اللي يتبعوا لي شونتور، كل واحد كيفاش ولات ستيل ديال ستيل تاع اللبسه ديالو. كاين كثر كاع يجوا بار فيسبوك، دامنا كاين اللي يجيب تليفون يجي يقول لك يا خو هاد لا شوميز ولا كاين هاد الصباط ولا عندكم، شتا فيسبوك كاين امبول عندكم ما كاش وبوكوا. تما كل واحد كيفاش ولا ترى قاعد يتبعوا لي ميديا، هي لي ميديا لي كيما لي فيلم لي زاكتور لي جوار لي شونتور، سي لا لي بلو تما لي شوفهم بزاف لعيبه، تما هما لي يتبعوا ستيل ديالهم باسكو هما بارمي لي برومي مانكان، هما سي لي زاكتور سي دي مانكان، لي جوار سي دي مانكان، لي شونتور سون توز دي مانكان. تسمع مام العيب بعدا يخطفهم شويه من شويه من شويه من ويجيب ستيل ديالو. التقليد لم يقتصر على الموضة فقط، إنما امتد إلى مشاهد العنف والقتل والاختطاف المروجة لها في المسلسلات التركية التي حجزت مكانها في أوساط المجتمع وأصبحت محل استهلاك من طرف الشباب خاصة المراهقين منهم. العنف الذي يصل إلى القتل، العنف يبدأ بالاعتداء وينتهي بالقتل بالقضاء على إزهاق روح إنسان. هذه أنواع الاعتداء تتأثر بالعديد من العوامل في المجتمع، وهي واقعة جرمية قديمة يعني في التاريخ، ترجع إلى ظهور الإنسان على وجه الأرض. أول جريمة توجدت على البسيطة هي القتل، يعني قتل قابيل قتل أخوه هابيل على ما أعتقد لما قلت الذاكرة. هذه الواقعة القتل قديمة ومؤصلة قديمة، ولكن العوامل تاعها تتجدد وأساليبها تتجدد. ما هو نراه اليوم من جرائم قتل بطرق بشعة وبوسائل مختلفة ساهمت فيه الكثير من العوامل، منها هذا التقنيات التي تنتقل عبر القنوات الفضائية أو عبر السينما أو عبر التلفزيون. هذه التقنيات الشخص المنحرف يستفيد منها ويتبنى هذه الطرق، وفي بعض الأحيان يتبنى حتى الأساليب، أساليب الجريمة يتبناها من أجل ارتكاب جريمة مماثلة، وهو يعتقد أن هذا النقل للأسلوب الإجرامي هو نوع من الاجتهاد الذي يلبي رغباته. وبالتالي نجد أن في الكثير من الأحيان ظهور الاختطاف، جرائم الاختطاف واختطاف الأطفال بالأساس في الفترة الأخيرة في الجزائر وتنامي هذه الظاهرة والقتل بصور بشعة هي أكيد ناتجة عن تأثيرات سلبية لسواء تلفزة أو وسائل إعلام أخرى عبر الإنترنت وعبر ما يروج في المواقع المختلفة، يخلي الشاب اللي يكون ربما فاقد لوعيه في مرحلة ما أو غير مدرك إدراك كامل في فترة ما أنه يرتكب مثل هذه الجرائم وتتنامى بشكل كبير. لكن كان بعض الانحرافات اللي مثلا كما تظهر في بعض القصص الدرامية، وإن تكون كان قصص بوليسية أو قصص إجرامية وإن يكون كان الخطف القتل الانتحار، هذه بدينا شوية كأخصائيين نفسانيين وحتى كإعلاميين أنتم تلاحظوها أنه بدأت هذه القصص تظهر في مجتمعنا، وعلاش لا ما نربطوش حتى قصص الخطف اللي راهي تصرى الآن ببعض
بعض التلقيات السلبية. وإحنا نعلم أنه كما قلنا هذا التأثير الكبير وهذا الربط اللي يعمله الإنسان مع خصائصه الشخصية ومع هذا المنتوج الإعلامي اللي يقدم له تقدر تؤدي إلى أنه يرجع يقلد كل ما يشاهده، وبالتالي يقدر يعكس أو يتأثر ببعض المعطيات السلبية اللي تأثر، خاصة إذا كان من الفئة الحرجة. والفئة الحرجة هنا نتكلموا على المراهقين. هي تطلب يحيى في الرجولة وأسمر في الحنان، وهو يطلب فاطمة أو لميس في الجمال والرشاقة، فتشتد الخلافات ومن ثم طلاق وضياع. إذا هاد الزوجة هي راهي محرومة عاطفيا وما كاش تفاعل بينها وبين زوجها، ما كاش اتصال بينها وبين زوجها، ما كاش تواصل، أكثر منه تواصل ماشي غير اتصال، لأنه الاتصال قلنا هو إسقاطي، هو تأثيري فقط بلا ما يكون تأثري، لكن التواصل هو تأثير وتأثر، يعني الرسالة التواصل يا راهي تروح وتعاود تجي. هنا لازم تفتح قوس، وشنو اللي عجبها في هذا المسلسل؟ وشنو اللي عجبها في هذا البطل هذا؟ اذا في عود اللي تقعد تعيش احلام اليقظه ويعني تتخيل، لازم تشمر على درعتيها وتخدم في المجال تاعها. كيفاش تخدم؟ انها تفتح قنوات الحوار مع زوجها، من حقها انها تتواصل مع زوجها، من حقها انها تعيش حياه زوجيه متكامله. الحياه الزوجيه المتكامله ما راهيش اشباع مادي او اشباع فيزيولوجي فقط، هو اشباع عاطفي، اشباع فكري، يعني في كل المجالات. الافلام التركية هادو ما نشوفهمش تماما، خاطر سمعت بهم بزاف بلي الناس تلقت على جال هاد الشيء. يا دي كوبل كي سون سيباري على جال هاد، يسو سون سيباري غير على بس كيعطوهم افكار ماشي ملاح، خياليه، يتخيلوا ان تاد شوز. افلام التركيه يعني انسان عايشين دي فيرتيل اونتر بارونتيز بين قوسين عايشين شو الخيال. هذه علاش رانا في وقت كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تاتي سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامن. هذه ما تضرب الاخلاق، تفسد الاخلاق تاع المجتمع. وكما يقول العلماء الاخلاق تنقسم الى ثلاثه اقسام، اخلاق انسان بينه وبين ربي، بينه وبين العبد، بينه وبين نفسه. انما الامم الاخلاق وما بقيت، فان ذهبت اخلاقهم هم ذهبوا. ماكش البديل، لو كان كاين البديل الجزائر دير لي فيلم، علاش ما نتبعوهمش؟ ما كاش، ما يديروا فيلم ما عنده حتى موضوع، سوجي بات والو. الجزائري وإن كان على خطأ فهو غير ملام أمام غياب البديل الذي يرسخ ثقافتنا الجزائرية، فرسالة الفنان إلى مجتمعه من المفروض أن تحمل بين طياتها ما يجعل الجزائري يتمسك بتاريخه وتراثه وعادته حتى لا يجري وراء أوهام تؤدي بشبابه إلى الانحراف. لكن الحل موجود، الحل هو نجعل يعني لما نجعل مثلا عبر الوطن ثلاث استوديوهات كبرى، ثلاث مدن إعلامية في الشرق وفي الغرب وفي الوسط، من هناك يستطيع أن يبدأ السمع بصري في هذا البلد، ونستطيع أن ننافس تركيا، وتصبح كذلك تركيا والدول الأخرى يفهمون كذلك ما نقول نحن في مسلسلاتنا، لأن إلى حد الآن نفهم ما يقولون لنا ولا نفهم ما نقوله لهم. ولما يكون الفراغ طبعا الجزائري يميل الى الى الى, إلى الافلام الاجنبيه التركيه والمصريه والسوريه. رغم هذا فاقول ان كثير من المشاكل التي تمس المجتمع التركي او المجتمع الاخر ليست تلك المشاكل التي تمس الفرد الجزائري او المجتمع الجزائري، فنحن لنا مشاكل خاصه بنا كما يقولوا خصوصياتنا لا تشبه نهائيا الى خصوصيات الاخرين، لكن يجب ان نجد الحل. الحل هو بالانتاج، الحل هو ان نقابل هذا الانتاج الضخم بانتاج كذلك ضخم، وهذا هو الاعلام. باسكو لي سيناريو اللي نداروا هنايا كاين عفايس تحب ولا تكره في الواقع الجزائري، وين بالك امور جو سي با انا دي تروك اللي حنا وكان يديرهم الجيريان يقول لك طابو، وكان يشوفها عند فيلم تركي يقول لك نورمال. دوك هادي ثاني ما نهربوش منها، ثاني لي فيلم ترك ثاني فيهم دي جو سي با، انا ما نشوفش لي فيلم ترك مي حساب واش نسمع عليهم، يا دي تروك ثاني كيما نقولوا دي فوا اوبسان ولا بو نو با دير دي عفايس اللي ما يجوزوش حنا في المجتمع تاعنا، وين معناها وين هذوك الامور
بالك الجزائري يتقبلهم كيكون من عند اترونجي وما يتقبلوش من عند جزائري ونفهمها تاني نفهم هذا الامر. انا واحد بالك كي نشوف في اترونجي وين سا باس بور موا وين ابري كيما قالك تاني الانتاج ناقص الانتاج في الجزائر من حيث المسلسلات ناقص تما سي اون اندستري ان فوتون سي 300 400 ايبيزود سي دي سيزون حنا 30 حلقه ودور حنا تاني شويه بالك البوبليك الجزائريان والفوه يشوف هاد المسلسلات غير في رمضان تاني ما خلاتوش تما بولوي ان فوتون الجزائريان سي رمضان 30 جور خلاص رمضان هيا باسون اوت شوز وبالك تاني ما يحكيش الواقع الواقع احنا من الجزائري دوكا المسلسلات كاع لا بليبار ورد وكذا ومنا والواقع الجزائري دوكا في 2016 ماهوش الورد راه كاين امور واحد اخرى طبعا هذا الشيء اكيد انه الدراما التركيه راهي طاغيه بزاف على المستوى العرب ماشي غير في الجزائر هذا راجع لعده الانتاجات تاعهم القصص المتنوعه جوده الصوره جوده الازياء حتى الممثلين احنا عندنا طاقات عندنا ممثلين عندنا قصص بصح ما عندناش يعني ما عندناش الفرصه باش نقدموا واش عندنا لهذا اكيد الشعب الجزائري راح يتجه الى الدراما التركيه كما كان ديجا متجه قبل الى الدراما المكسيكيه والسوريه واللبنانيه الدراما التركية لم تقف عند حد التأثير على المجتمعات وتصدير ثقافة علمانية جديدة للمواطن العربي المحافظ بل تعدى ذلك إلى أن تركيا تعتبر إنتاجها الفني مورداً مالياً لخزينة الدولة فقد كشفت تقارير أن قيمة صادرات هذه المسلسلات تقدر بحوالي 375 مليون دولار وتأتي الجزائر في مقدمة البلدان العربية التي تستورد الأعمال التركية فللأسف مع أنه كان كثير من الإيجابيات من حيث التقنيات المستخدمة من حيث الجودة من حيث إحنا الآن رانا نشوف جودة إعلامية فيما يخص حتى تقنيات المقدمة يعني من حيث الإخراج من حيث الحبكة الدرامية من حيث القصة لكن في بعض الأحيان كذلك يكون فيه إطناب أو تطوال يكون طويل بزاف يعني وهذا لضرورات تجارية نحن نعلم أنه هذا الطول الكثير في الحلقات اللي تقدر تشد حتى فوق 100 حلقة هذه عندها خصوصيات أو التزامات تجارية لازم نشوفه وشنو الشيء اللي خلى الناس تبع مسلسلات تركية ولا حتى أنا بيرسونيلمون الأم تاعي ندخل نلقى تشوف مسلسلات مدبلجة مغربية ولا تركية ولا حاجة الأولى لازم نولفوا الشعب نولفوه ماشي من رمضان لرمضان أنا العباد بيان سور واحد يجي بلا ما نحوسوش على لاكاليتي أصلا ما كانش اسما ديجا كي يجي زابي ما كان والو Pendant l'âme, il y a les émissions politiques, les émissions sociales, ou là, c'est rare. Je suis allé à l'intérieur de Moussel Zot, je suis allé à l'intérieur de Moussel Zot, où là, il y a chaque semaine, le week-end, juste moi, les infos, journal 20h, juste moi, je suis allé à l'intérieur de Moussel Zot. C'était l'époque, qui m'a dit, je suis allé دوكا الناس قاعد تسنى رمضان، الناس قاعد تخدم على رمضان، صافي دير ما تقدرش تكومباري لانكومبارابل، لما يكون عندنا امر كما يقول لك عندنا اون اندستري في الاوديو فيزيوال تما نقدر نكومباري مع الترك ما تقدرش تكومباري حاجه ما كاش مع حاجه كاينه هذا وتلعب الدراما التركية أيضا دورا هاما في الترويج للسياحة الداخلية التي وصلت إلى 30 مليار دولار بعدد سياح بلغ 36 مليون سائح الدراما التركية ولا الدراما حتى تاع لاشين اللي فيلم شينوا اللي فيلم جابوني واللي فيلم علاش نجحوا حاجة الأولى أنهم دايرين سياسة وشن هي سياسة يسموها سياسة السياحة لأن يخدموا بزاف على السياحة و كاين اللي يقولوا لي يجيبوا الشابين ويجيبوا باسكو حنا في الجزائر اون في با دو سينما اون في دو فيلم برك
الافلام التركيه اثروا فيهم ميم بوين وين ولاو خلاص شغل عايشين في هذاك لو موند لو موند ان بوين وين ميم تخمام تاعهم دوكا اللي كانوا يحبوا يروحوا لوروب يحوسوا ايتو دوكا كاع يحبوا يروحوا اسطنبول يروحوا لانقره غيانك بوغ فواغ هادو زعما لي ستار ولا هادو لي زاكتور كيما مهند ويحيى اكسيتيرا اكسيتيرا. الافلام التركيه حاجه مليحه والله باسكو فيها لي زيستوار ما كانش في الجزائر كاع لهنا. انا واحد من الناس تاثر عليا نورمال بار اكزومبل شوفي في التبياش في اللبسه في العقليه في كلش في كلش هاربين علينا بزاف مونطاليتي هاربين علينا هما. لعل الحديث عن هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة يطول ويختلف حسب القضايا المتعلقة بها، لكن مما لا شك فيه هو الربح المادي الذي اتخذ قوالب متعددة تؤثر على المجتمعات. والمؤكد كذلك أن الجزائري الذي اتخذ من المسلسلات التركية متنفسا للهروب من الضغوط اليومية وقع في فخ الانحراف. اليوم دول عديدة تراهن على بناء اقتصادها خاصة الجانب السياحي منه على حساب شعوب لا تزال تعيش سن المراهقة.